وينضم إلينا من مسقط علي الريامي المدير العام لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة في سلطنة عمان سابقا. أهلا وسهلا بك معنا. أسعار النفط سجلت الأسبوع الماضي أفضل أسبوع لها منذ أكثر من عام، ولعل هذه المرة الأولى التي نرى فيها هذا التفاعل القوي للأسعار بسبب الحرب في المنطقة. لماذا؟ هل هي كثرة التهديدات والتعثر ربما من قبل بايدن في الكلام نهار الخميس، أم أنه بدأت الأسعار تسعر انقطاع حقيقي في الإمدادات؟ صباح الخير. صباح النور. أعتقد أنه الأسباب كلها المذكورة هي جزء من هذه التقلبات في أسعار النفط، ولكن طبعا يبقى موضوع الصراع وموضوع دخول المنطقة إلى حرب شاملة، هذا هو السبب الحقيقي، بالرغم أنه العلاوة الجيوسياسية الموجودة في الوقت الحاضر هي علاوة يعني مرتبطة بالأحداث الأخيرة، ولكن إذا تطور الموضوع إلى حرب شاملة أو إلى توجيه ضربات إلى مواقع حساسة في إيران، وخصوصا المواقع أو المواقع النفطية، فإذا بالتالي يمكن أن نرى هذه علاوة المخاطر أن ترتفع أكثر من ذلك. يعني بايدن له أيضا نفس الشيء، يعني أثر على أسعار النفط. قبل يومين أو 3 أيام كان حديثه يختلف عن آخر حديث حول موضوع الحرب في أو حول موضوع الضربات في المنطقة. لم ندخل على فكرة لم ندخل مرحلة الحرب بشكل علني، ولكن هي مناوشات بين الدولتين في الوقت الحاضر، والكل جالس ينتظر يشوف رد فعل إسرائيل حول الضربات الأخيرة من إيران. يعني إذا كان ما هي توقعاتك لرد فعل إسرائيل على ضربة إيران؟ ضربة على المنشآت النفطية أم بما يخص كل ما يخص النووي؟ لأنه هلأ كنت عم تشوف على CNN في مسؤول أمريكي، نعم، بيقول أنه إسرائيل لم تقدم ضمانات بعدم ضرب منشآت إيران النووية، فكيف حيكون شكل الرد برأيك؟ يعني أعتقد أنه يعني إسرائيل لا تستطيع أن تعطي ضمانات في أي شيء في الوقت الحاضر، ويعني موقفها موقف ضعيف، وبالتالي هي تريد بشكل أو بآخر يعني إعادة هيبتها في المنطقة، وبالتالي لا أستبعد وجود أي يعني استهداف أي شيء، ولكن طبعا استهداف المواقع يعني النووية يعني نوعا ما مستبعدة، وحتى يعني توجيه ضربة قوية على المنشآت النفطية أيضا أنا في اعتقادي أستبعد هذه النقطة. يمكن أن تكون ضربات محدودة ومحددة في أماكن معينة ولمصافي مثلا، أو يعني إلى بعض المواقع الغير حساسة كثيرا بالنسبة للنفط. يعني مثلا على سبيل المثال إذا كان فعلا التوجه إلى توجيه ضربة قوية، فإذا منطقة خرج أو جزيرة خرج في إيران هي الأساس سوف تكون، يعني وإذا كان هذا هو بالفعل التوجه، فإذا بالتالي سوف يؤدي ذلك إلى رد فعل قوي أيضا نفس الشيء من قبل إيران، وممكن دخول المنطقة أستاذ في هذه الحالة ردة فعل الأسواق. نعم، ردة فعل السوق النفطية بتكون هي نفسها إذا تم استهداف المنشآت النفطية أم المنشآت النووية أم لا، في اختلاف؟ لا، هو في أي حال من الأحوال أي ضربة من إسرائيل إلى إيران سوف ترفع من أسعار النفط مباشرة يعني، ولكن طبعا الارتفاع سوف يكون يعني مختلف إذا كان الضربة على منشآت نفطية أو إذا كانت الضربة على المنشآت النووية، والذي هو أنا أستبعده تماما لأن الآثار حول ذلك سوف يكون كارثة على المنطقة كلها. صحيح. ولكن أعتقد أنه يمكن، نعم، يمكن السوق يمكن يتأثر أكثر بتوجيه الضربة على المنشآت النفطية أكثر من في حال أي تم مكان استهداف آخر. المنشآت النفطية في إيران، ما هو حجم المشكلة التي نتحدث عنها، وهل برأيك تستخدم أوبك قدرتها النفطية الاحتياطية لسد الفجوة؟ طبعا نحن نتحدث عن تقريبا في حدود 1,500,000 برميل من الصادرات الإيرانية، وإذا كانت يعني هذه الكمية كلها سوف تتوقف، فإذا بالتالي سوف تكون هناك نوعا ما يعني شح في الإمدادات، ولكن مثل ما تفضلت وقلت إنه يعني الأوبك والأوبك بلس باستطاعتها بشكل يعني سريع في يعني
إدخال يعني كميات أيضا كبيرة في السوق في وقت سريع جدا يعني. فما أعتقد أنه هذه المشكلة سوف تستمر لفترة طويلة، ولكن هناك أيضا نفس الشيء مثل ما كلنا نعلم أنه في حالة يعني إسراع الأوبك في إدخال ما هو يعني ناقص من خلال الضربة أو المتوقعة إلى إيران، أعتقد أنه سوف تكون هناك أيضا نفس الشيء إشكالية في الكاباسيتي في المستقبل إذا طلب من الأوبك على أساس أنه يعني إضافة كميات أخرى إضافية. يعني مثلا على سبيل المثال على أساس أنه أشرح الموضوع بشكل أكثر، إذا كان فعلا هناك نقص في السوق بقدر 1,500,000 برميل من إيران، ودخول أوبك بتغطية هذا النقص 1,500,000، فبالتالي هل السؤال هو هل سوف تستمر الأوبك مثلا في زيادة الإنتاج في ديسمبر في هذه الحالة، ولا تكتفي بالمليون ونص برميل اللي دخلت من خلال الأوبك، ويعني والإبقاء الوضع على ما هو عليه، والتحديد مسألة ديسمبر في 180,000 برميل إلى وقت آخر يعني في المستقبل. هذه كلها يعني نظريات ومعادلات وأيضا نظرة حول كيفية يمكن الرد أو الرد فعل أوبك في هذه الأجواء الـ يعني الخطيرة على المنطقة. يعني بشكل عام الأسعار سوف ترتفع بكل جولدمان ساكس بتوقع نعم جولدمان ساكس بتوقع ارتفاع النفط بمقدار 20 دولار حال تعرض إيران لهجوم، ما رأيك؟ وماذا عن افتتاحية يوم غد؟ هل تتوقع المزيد من المكاسب على أسعار النفط يوم غد؟ سوق الخيارات تنذر بالمزيد من الارتفاع في الأسعار، فما رأيك؟ أعتقد أنه يعني تقديرات جولدمان ساكس أعتقد أن هي مبالغ فيها، إلا في حالة وجود حرب شاملة يعني دخول إيران في مسألة يعني تخويف في غلق مضيق هرمز أو استهداف ناقلات النفط في الخليج، كل هذه الأمور ممكن أن تؤدي إلى ارتفاعات في 20 أو يمكن أكثر من 20 في حالة غلق باب شو اسمه مضيق هرمز. ولكن أعتقد افتتاح الأسواق غدا سوف لن نلاحظ أن هناك ارتفاعات كبيرة في أسواق النفط، لأن هي أساسا أوريدي مسعرة في الوقت الحاضر. هذه التبعات كلها أعتقد في 78 دولار هي موجودة أوريدي، ولكن إذا من اليوم لحد بكرة ما في أي رد فعل من إسرائيل، أعتقد أنه هي الأسعار سوف تبقى على ما هي عليه بلس أو ماينس 1 دولار أو something like that. هذا يعني وارد، ولكن أعتقد أنه سوف لا نشاهد ارتفاعات كثيرة أو انخفاض كبير، سوف يكون السعر في هذا الحدود، إلا طبعا مثل ما أنا قلت إذا دخلت المنطقة إلى حرب شاملة بين إسرائيل وإيران والمنطقة تأثرت بهذه الحرب، فإذا بالتالي ممكن أن يكون يعني جولدمان ساكس على يعني تقديراتها أقرب إلى الواقع. يعني في الوقت الحالي مبالغ فيها شوي التقديرات. شكرا جزيلا لك علي الريامي المدير العام لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة في سلطنة عمان سابقا، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.